صباح الأمل، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة للغاية عن الصحة، لأن الصحة هي أساس الحياة وبيها الحياة تكتمل وبتكون أفضل. للناس الكبار في السن، الناس اللي قاعدين باستمرار على الكمبيوتر وقاعدين في مكاتب، بتقابلني مشاكل كتير جدا تخصصية، بيجي لي يقول لي أنا عندي المنطقة دي بقى فيها مشكلة، وللأسف أربطة الكتف أحيانا بيحصل فيها تمزقات وبيحصل خلع في المفصل ده، فلازم التمرين ده نعمله باستمرار حتى لو ما عملناش كل التمرينات دي. وانت قاعد على الكرسي وانت قاعد على المكتب هتشتغل 1 2 3 4، 1 2 3 4 من الجنب، بصوا 1، انا برسم دايرة بكوعي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، تمام. بعد كده تشريحيا بنخش على مفصل اسمه مفصل الايه، الكوع، ده مهم جدا وهو تمرين سهل قوي. انا بحط ايدي تحت دراعي بالمنظر ده كده، كف ايدي هنا وكأني بسوق عربية، بلف الدركسيون بتاعي 1 2 3 4 5 وسويتش بعكس الجهة التانية. بعد كده بخش بحط ايدي هنا وبعكس دراعي، بس يعني دراعي ثابت، ما بلفش بكل دراعي، لا انا هنا دراعي ثابت وبلف بس كأني بلف الدركسيون وانا ايدي ثابتة، بلف الدركسيون وانا الجزء العلوي ثابت والجزء السفلي هو اللي بيلف. بعد كده بفرد دراعي خالص وباخد، مهم جدا، تمرين الرسغ او الايد، 1 2 3 4 5 وبعكس اللفة، 1 2 3 4 5، اوكي. نركز في التمرين ده جدا 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 لان هي منطقة حساسة في جسمك قوي، الا وهي المنطقة العنقية. انا واقف فارد ظهري وبعمل 1 2 3 4 5 6 7، اوكي، بلف 1 2 3 4 5 6 7، اوكي. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ عملنا تمرين الشولدر، اشتغلنا تمرينات الكوع، واشتغلنا تمرينات الايد، بلف دواير، واللي مش عارف يلف دواير وبيتلخبط يعمل ايه؟ 1 2 3 4 فوق وتحت، ويشتغل امامي وخلفي بالمنظر ده، 1 2 3 4، 1 2 3 4. التمرينات دي مهمة جدا 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 لصحة المفاصل، والمفاصل دي تعتبر حاجات حساسة في جسمك، فلازم تعمل التمرينات دي بشكل مستمر، يفضل الصبح وآخر النهار، وما يعديش اليوم إلا وانت على الأقل عامل تمرينات المفاصل اللي انت بتحتاج تستخدمها باستمرار. أشكركم جدا على حسن المتابعة، واشوفكم بكرة في حلقة جديدة ومعلومة جديدة في برنامج يوم سعيد.